رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله والاخوه والاخوات الى رحاب الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم نحن اليوم في رحاب صحابي جليل هو عمرو بن الجموح عمرو بن الجموح زعيم من زعماء يثرب في الجاهليه وسيد بني سلمه المسود وواحد من اجواد المدينه وذوي المروءات فيها وقد كان من شان الاشراف في الجاهليه أن يتخذ كل واحد منهم صنما لنفسه في بيته ليتبرك به عند الغدو والرواح وليذبح له في المواسم وليلجأ إليه في الملمات وكان صنم عمرو بن الجموح يدعى منات وقد اتخذه من نفيس الخشب وكان شديد الإسراف في رعايته والعناية به وتضنيخه بنفائس الطيب كان عمرو بن الجموح قد جاوز الستين من عمره حين بدات اشعه الايمان تغمر بيوت يثرب بيتا فبيتا على يد المبشر الاول مصعب بن عمير فامن على يديه اولاده الثلاثه معوذ ومعاذ وخلاد وترب لهم يدعى معاذ بن جبل رضي الله عنه وامنت مع ابنائه الثلاثه أمهم هند وهو لا يعرف من أمر إيمانهم شيئا رأت هند زوجة عمرو بن الجموح أن يثرب غلب على أهلها الإسلام وأنه لم يبق من السادة الأشراف أحد على الشرك سوى زوجها ونفر قليل معه وكانت تحبه وتجله وتشفق عليه من أن يموت على الكفر فيصير إلى النار وكان هو في الوقت نفسه يخشى على ابنائه ان يرتدوا عن دين ابائهم واجدادهم وان يتبعوا هذا الداعيه مصعب بن عمير الذي استطاع في زمن قليل ان يحول كثيرا من الناس عن دينهم وان يدخلهم في دين محمد صلى الله عليه وسلم فقال لزوجته يا هند احذري ان يلتقي اولادك بهذا الرجل يعني مصعب بن عمير حتى نرى راينا فيه فقالت سمعا وطاعه ولكن هل لك ان تسمع من ابنك معاذ ما يرويه عن هذا الرجل فقال ويحكيك وهل صبا معاذ عن دينه وانا لا اعلم فاشفقت المراه الصالحه على الشيخ وقالت كلا ولكنه حضر بعض مجالس هذا الداعيه وحفظ شيئا مما يقوله فقال ادعوه الي فلما حضر بين يديه قال اسمعني شيئا مما يقوله هذا الرجل فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال ما احسن هذا الكلام وما اجمله او كل كلامه مثل هذا فقال معاذ وأحسن من هذا يا أبتاه فهل لك أن تبايعه فقومك جميعا قد بايعوه سكت الشيخ قليلا ثم قال لست فاعلا حتى أستشير مناه فأنظر ما يقول فقال له الفتى وما عسى أن يقول منات يا أبتاه وهو خشب أصم لا يعقل ولا ينطق فقال الشيخ في حدة قلت لك لن أقطع أمرا دونه ثم قام عمرو بن الجموح إلى مناه وكانوا إذا أرادوا أن يكلموه جعلوا خلفه امرأة عجوزا فتجيب عنه بما يلهمها إياه في زعمه ثم وقف أمامه بقامته الممدودة واعتمد على رجله الصحيحة فقد كانت الأخرى عرجاء شديدة العرج فأثنى عليه أطيب الثناء ثم قال يا منات لا ريب أنك قد علمت بأن هذا الداعية الذي وفد علينا من مكه لا يريد احدا بسوء سواك، وانه انما جاء لينهانا عن عبادتك، وقد كرهت ان ابايعه على الرغم مما سمعته من جميل قوله حتى استشيرك فاشر علي، فلم يرد عليه مناة بشيء، فقال: لعلك قد غضبت وانا لم اصنع شيئا يؤذيك بعد، ولكن لا بأس فسأتركك أياما حتى يسكت عنك الغضب كان أبناء عمرو بن جموح يعرفون مدى تعلق أبيهم بصنمه منا وكيف أنه غدا مع الزمن قطعة منه ولكنهم أدركوا أنه بدأت تتزعزع مكانته في قلبه وأن عليهم أن ينتزعوه من نفسه انتزاعا فذلك سبيله إلى الإيمان أدلج أبناء عمرو بن جموح مع صديقهم معاذ بن جبل إلى منات في الليل وحملوه من مكانه وذهبوا به إلى حفرة لبني سلمة يرمون بها أقدارهم وطرحوه هناك وعادوا إلى بيوتهم دون أن يعلم بهم أحد فلما أصبح عمرو دلف إلى صنمه لتحيته فلم يجده فقال ويلكم من عدا على إلهنا هذه الليلة فلم يجبه احد بشيء فطفق يبحث عنه في داخل البيت وخارجه وهو يرغي ويزبد ويتهدد ويتوعد حتى وجده منكسا على راسه في الحفره فغسله وطهره وطيبه واعاده الى مكانه وقال له اما والله لو اعلم من فعل هذا لاخزيته فلما كانت الليله الثانيه عد الفتيه على مناه ففعلوا فيه مثل فعلهم بالامس فلما اصبح الشيخ التمسه فوجده في الحفره ملطخا بالاقذار فلما ضاق بهم ذرعا فاخذه وغسله وطيبه واعاده الى مكانه وما زال الفتيه يفعلون بالصنم مثل ذلك كل يوم فلما ضاق بهم ذرعا راح اليه قبل منامه واخذ سيفه فعلقه براسه وقال له يا منات إني والله ما أعلم من يصنع بك هذا الذي ترى فإن كان فيك خير فادفع الشر عن نفسك وهذا السيف معك ثم أوى إلى فراشه فما إن استيقن الفتية من أن الشيخ قد غط في نومه حتى هبوا إلى الصنم فأخذوا السيف من عنقه وذهبوا به خارج المنزل وقرنوه الى كلب ميت بحبل والقوا بهما في بئر لبني سلمه تسير اليه الاقذار وتتجمع فيها فلما استيقظ الشيخ ولم يجد الصنم خرج يلتمسه فوجده مكبا على وجهه في البئر مقرونا الى كلب ميت وقد سلب منه السيف فلم يخرجه هذه المره من الحفره وانما تركه حيث القوه وانشا يقول والله لو كنت الها لم تكن انت وكلب وسط بئر في قرن، ثم ما لبث ان دخل في دين الله. تذوق عمرو بن الجموح من حلاوه الايمان ما جعله يعض بنان الندم على كل لحظه قضاها في الشرك، فاقبل على الدين الجديد بجسده وروحه ووضع نفسه وماله وولده في طاعه الله. وطاعه رسوله وما هو الا قليل حتى كانت احد فراى عمرو بن الجموح ابناءه الثلاثه يتجهزون للقاء اعداء الله ونظر اليهم غادين رائحين كاسد الشرى وهم يتوهجون شوقا الى نيل الشهاده والفوز بمرضاه الله فاثار الموقف حميته وعزم على ان يغدو معهم الى الجهاد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الفتية أجمعوا على منع أبيهم مما عزم عليه فهو شيخ كبير طاعن في السن وهو إلى ذلك أعرج شديد العرج وقد عذره الله عز وجل في من عذرهم فقالوا له يا أبانا إن الله قد عذرك فعلى ما تكلف نفسك ما أعفاك الله منه فغضب الشيخ من قولهم أشد الغضب وانطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوهم فقال: يا نبي الله ان ابنائي هؤلاء يريدون ان يحبسوني عن هذا الخير وهم يتذرعون باني اعرج، والله اني لارجو ان اطا بعرجتي هذه الجنه. فقال الرسول عليه الصلاه والسلام لابنائه: دعوه لعل الله عز وجل يرزقه الشهاده، فخلوا عنه اذعانا لامر رسول الله. وما ان ازف وقت الخروج حتى ودع عمرو بن الجموح زوجته وداع مفارق لا يعود ثم اتجه الى القبله ورفع كفيه الى السماء وقال اللهم ارزقني الشهاده ولا تردني الى اهلي خائبا ثم انطلق يحيط به ابناؤه الثلاثه وجموع كبيره من قومه بني سلمه ولما حمي وطيس المعركه وتفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه شوهد عمرو بن الجموح يمضي في الرعيل الاول ويثب على رجله الصحيحه وثبا وهو يقول: اني لمشتاق الى الجنه اني لمشتاق الى الجنه وكان وراءه ابنه خلاد وما زال الشيخ وفتاه يجالدان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرا صريعين شهيدين على ارض المعركه ليس بين الابن وابيه الا لحظات وما ان وضعت المعركه اوزارها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شهداء احد ليواريهم ترابهم فقال لاصحابك خلوهم بدمائهم وجراحهم فانا الشهيد عليهم ثم قال ما من مسلم يكلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامه يسيل دما اللون كلون الزعفران والريح كريح المسك ثم قال ادفنوا عمرو بن الجموح مع عبد الله بن عمرو فقد كانا متحابين متصافيين في الدنيا رضي الله عن عمرو بن الجموح واصحابه من شهداء احد ونور لهم في قبورهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد